الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بناتي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وألف صحة وألف سلامة. النهاردة يا بناتي حلوين جيت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. فيديو النهاردة مهم جدا. فيديو النهاردة مهم لإيه؟ لعلاج وتصغير الأنف، تمام؟ فيديو جديد وأول مرة نعمل حاجة زي كده. فيديو النهاردة لتصغير وعلاج مشكلة اللي هي تكبير اللي هو الأنف الكبير، يعني هنخليه صغير وجميل بوصفات سهلة. خل التفاح، ومعانا زنجبيل مطحون، ومعانا معلقة من معجون الأسنان، تمام؟ معانا اهي معلقة من خل التفاح اهي، هنضيف عليها مع حضراتكم لحظة واحدة بس الزنجبيل، معلقة برضو، ونقلبهم كده مع بعض. وبعد كده تحطي معجون الأسنان، معلقة من معجون الأسنان، وتبدأي تدوبي بالشكل ده. وتدلكيهم كده، هتبقى بالشكل ده، تبقى عجينة كده بس مش ماسكة جدا، تبقى نص نص. بعد كده هجيبي المناخير اهي مثلا، تمام؟ هتعملي ايه؟ هتاخدي كده وهتحطي على المناخير كده كلها، تمام؟ ومن الجناب، وتسيبيه لمدة تلت ساعة. اهي لمدة ايه؟ لمدة تلت ساعة. وبعد كده هتغسليه وهتستخدميه، هتغسليه طبعا بصابون، تمام؟ وهتستخدميه لمدة اسبوعين وان شاء الله تشوفي النتيجة. ودلوقتي تكون خلصت وصفتي، ولو عجبتكم عايزاكم تدعموني بلايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا تعبير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.